بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك عزيزي. لو حسيت ان انا بفهم كوره ممكن تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، حسيت ان انا بطيخه براحتك اصلا ما تعملش اي حاجه. تعالى نتكلم على مباراه الوداد المغربي والسد القطري. بس قبل ما تتكلم عن المباراه محتاج تسال سؤال مهم، والسؤال ده للاسف الشديد القنوات السعوديه المقاله البطوله حطتنا فيه، وهو هل التجربه كانت تستحق كل ده؟ يعني هل تجربه مشاهده المباراه كانت تستحق كل ده بالنسبه لك انت كمشاهد؟ لان احنا كل ماتش في البطوله العربيه هنسال نفس السؤال، هل التجربه تستحق كل ده؟ هل المباراه اللي انت اتفرجت عليها فنيا تستحق كل المشوره اللي انت عملتها قبل المباراه، وانك تعرف المباراه تتذاع فين، ومباراه تتذاع وهتعرف تتفرج عليها على اي موقع، او تتفرج عليها على اي شبكه، او تتفرج عليها باي طريقه؟ لان كلنا عارفين ان المباراه تتفرج عليها اونلاين بس على القنوات السعوديه الموجوده دلوقتي، الوضع مختلف عن القنوات القطريه اللي احنا عارفينها. فهل التجربه كانت تستاهل كل ده؟ وبعدين سؤال برضو بالنسبه للاخوه في السعوديه، هل انتوا كنتوا مستنيين ان انت جايب اللعيبه في شهر 7 بعد موسم طويل ان هم يقدموا اداء فني عظيم؟ امال ليه عملتوا كل الفيلم الحمضان ده حوالين تشفير البطوله؟ لان انت لو حبيت تتكلم عن مباراه من المستوى الفني فانت محتاج تسال سؤال واحد بس بالنسبه لعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، سامبو ما بداش ليه؟ جولي بونير سامبو ما بداش ليه؟ لو عايزين تمشوا سامبو علشان شرق البحري ففي مشكله كبيره بالنسبه لكم، لان انتوا ما عندكمش حد بيعرف يسجل في الخط الهجومي غير جولي بونير سامبو. عندك مشكله من ناحيه هشام سفيان، عندك مشكله من ناحيه محمد قناش، عندك مشكله من ناحيه منتصر الحتيمي، الناس كلها عندها مشاكل في موضوع التسجيل. والدليل الانفراد اللي راح بيه فريق الوداد في اول ثلث ساعه، الوداد رايح انفراد من نص الملعب، الاثنين لعيبه مش عارفين يتصرفوا بيها ازاي، هشام سفيان والحكيمي مش عارفين يتصرفوا بيها ازاي. فالدنيا بالنسبه لك ضايعه خالص في الشكل الهجومي، فانت ليه اصلا ما بداتش بجولي بونو سامبو؟ وهل لو انت جاي تلعب من غير فرود، هل انك تعادل فرود الوحيد اللي بيعرف يجيب جون في الفرقه فكره صح بالنسبه للوداد؟ هل ينفع انك تقيم اصلا عادل رمزي؟ عادل رمزي لسه جاي اول مره الاجواء بالنسبه له العربيه واجواء النادي بتاعه الوداد المغربي، الوداد اللي عنده مشاكل في السكواد. انا ما اعتقدش حد من جمهور الوداد فرحان بالسكواد اللي موجود في فريق الوداد. الياس شتي اضافه جيده ولكنها فقط جيده. الياس شتي اضافه جيده وهي دي الاضافه الوحيده اللي حصلت معاك في البطوله بالنسبه لفريق الوداد. انما منتصر وكمان زكريا دراوي ما نقدرش نقول عليهم اضافات قويه بالنسبه للفرقه في ظهورهم الاول مع الفريق الاول في الوداد. ايوب العملود، امين ابو الفتح، ارسن زولا، ثلاثي مستمر معاك من الموسم اللي فات وثلاثي لعب كتير جدا الموسم اللي فات واكيد بدنيا هيكون مرهق. يوسف المطيع وراهم حارس مرمى، يحيى جبران اللي سهل الدنيا على فريق السد القطري بان هو عمل تدخل نوعا ما عنيف شويه، يعني مش هقول لك استحق، هو محمود البنا قرر ان هو يديله كارت احمر. تمام تمام، والفار ما اتدخلش واللقطه عدت على خير والموضوع خلاص اتحسن بالنسبه لفريق الوداد ان هو هيلعب 10 لعيبه. الوداد عنده مشكله في ان هو لعب 10، الوداد عنده مشكله في ان هو لعب 10 ان هو قيم فريق السد القطري بشكل اكبر من فريق السد القطري. يعني انت كده بتقلل من فريق السد القطري؟ لا، بس انا راجل اخر مره اتفرجت على السد القطري كانت في عهد تشافي هرنانديز، وقبلها كنت بتفرج في عهد مديرين فنيين زي مثلا المدير الفني البرتغالي فيريرا، شوزفالدو فيريرا كان عامل فرقه محترمه جدا وكان عامل فرقه محترمه سلمها لتشافي، والدنيا بالنسبه للسد القطري قبل فيريرا برده كانت غير كده. فالسد القطري اللي انا شفته النهارده هو نسخه ممكن تكسبها ب 10 لعيبه عادي جدا، وده اللي حاسه المدير الفني لفريق الوداد المغربي عادل رمزي لما قرر ان هو يهاجم الشوط الثاني. وعادل رمزي رغم ان هو كان بيلعب 10 بس كان ممكن يسرق المباراه في الدقيقه 90 عن طريق جولي بونيو سامبو، لكن سامبو عمل تصرف غشيم جدا وهو ان هو قرر يلعب الكره لوب. يعني لا ما قررش يلعب، ده يا ريته لعب لوب، ده قرر ان هو يرقص. يعني جولي بونيو سامبو رايح انفراد بدل ما يحط الكره لوب وسعد الشيب طلع مسهل له الدنيا، لا جولي بونيو سامبو قرر ان هو ياخد الكره لقدام ويحب يحطها في الجول. يا ريتك لعبت لوب، يعني يا ريتك لعبت لوب، يا ريتك فنشت كويس. لو فنش كويس كان الموضوع بقى مختلف. لا ما كانش الموضوع مختلف، كان الوداد يطلع بثلاث نقاط، يعني الوداد كان يطلع بثلاث نقاط. اسامه محروس نزل مكان هشام سفيان عشان انت كنت مجبر انك لازم تدافع بعد طرد يحيى جبران. اسماعيل المترجي نزل في الدقيقه 91 في تغيير غريب مكان عبد الله هيمول واعتقد تغيير الاصابه. جوني بونو سامبو نزل مكان منتصر الحتيمي بسبب الاصابه، يعني هو للاسف الشديد حصل النهارده اصابات وحصل طرد بالنسبه ليحيى جبران. السيناريو بتاع الماتش ما ساعدش الوداد، هو السيناريو بتاع الماتش الوداد كان ممكن ياخد الماتش قبليه، يعني الوداد كان ممكن ياخد الماتش قبل الطرد بتاع يحيى جبران.
الوداد كان ممكن ياخد الماتش عادي جدا، بس للاسف الشديد الوداد افتقد لجناح شمال عنده امكانيات، يعني الوداد افتقد لجناح شمال بيعرف يجيب جوان. عشان كده في عز ما مستوى اسم البلاي واقع تقول ان الوداد هيكون عنده حق لو تعاقد مع بلايلي. يعني انا بقول لك بلايلي واقع ومستوى واقع، بس الوداد هيكون عنده حق لو تعاقد مع بلايلي. اما بالنسبه للسبت فانا كنت مستني حاجه اكتر من حسن العيدوس، كنت مستني حاجه اكتر من بيدرو، كنت مستني حاجه اكتر من ماتياس، كنت مستني حاجه اكتر من اكرم عفيف، كنت مستني حاجه اكتر من خورخي بوعلام، كنت مستني اضافات هجوميه اكتر لبيدرو، كنت مستني اشوف شكله كويس بالنسبه لعلي السعدلي، لكن بصراحه ما شفتش حاجه خالص من فريق السبت. يعني انت بتتفرج على مباراه 95 دقيقه مفيش ولا شوطه اون تارجت بالنسبه للوداد. هتقول بس كان في ضربه جزاء وكان في حاله طرد، هقول لك وارد، يعني هقول لك وارد ان هو كان في ضربه جزاء وحاله طرد، وارد ان كان في ضربه جزاء، مع اني شايف ان الراجل نشم في ايد المساك، يعني انا شايف ان محمد ونجم نشم في ايد المساك في لقطه شيكابالية جميله، لكن ممكن يكون فيها ضربه جزاء، وممكن الطرد يكون فيها ضربه، ممكن الطرد يكون فيها طرد بره الحلقه، وممكن الطرد يكون فيها ضربه جزاء. لا انت كده تقفل الفيديو، يعني انت بعد انت كده تقفل الفيديو. يعني انا اتمرمطت علشان اشوف الماتش ده، وحرفيا عملت باقات نت عشان اتفرج على الماتش ده، عشان في الاخر اتفرجت على 90 دقيقه يا ريتني ما اتفرجت عليهم. احمد ربنا انك ما اتفرجتش على الماتش، يعني احمد ربنا انك ما اتفرجتش. اما لو انت من الاحرار اللي اتفرجوا على الماتش فقول لي يا اسطى هل التجربه دي تستحق، وهل ممكن تكررها تاني وتتفرج على ماتشات تاني في البطوله دي، ولا هتنفر وتتفرج على فرقتك بس؟